هتسيب اللي في ايدينا عشان خاطرك. خليك ليا يا صباح ده. صباحك زي الفل والقشطه. اللوز الفطور حرق عسل. اللوز جالك يا مامين، جالك يا مراكوتا، جالك يا استاذ زين. الفطار والعيش السخن. صباحك زي ده بالهنا والشفا والحساب يجمع. يلا يلا ورايا المستوات. اوبا اللوز استاذ سيد وصل يا حرق عسل. صباحك زي الفل والعسل يا مزيد الحته. صباح الفل يا عرب. يلا الفطور. عملت ايه في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ عايزين نسن الموس ونقطع عين ونسيح دم. الظاهر مفيش نصيب يا زين. كده حرقت لي مشاعر يا سيد. عشان خاطري حاول مره تانية. نحاول مره تانية وربنا يسهل. اوعى بقى الفول هيبرد ورايا ولا. صباح الفل يا عم بساط يا عسل. يا صباح القشطه والهنا والعندليب كله. الفطور يا عسل. يا مسيح. نعمين. بقى لنا سنه ونص قاريين الفاتحه. ناوي على امتى ان شاء الله؟ ناوي النهارده قبل بكره، بس عمر جيب بالمهر والشبكه وربنا يسهل. واحنا قاعدين انا هروح فين؟ لا هي طارت ولا انا هطير. صباحك زي القشطه، الفول هيبرد. اللوز صباح الفل يا مامين يا عسل. صباحك زي القشطه. الفطور بقول لك ايه؟ أيوه. عندك زيتون اسود؟ من احلى الزيتون. كله مع الفول بقى هيبقى كده. صباحك قشطه، الفول هيبرد ورايا على. صباح الفل يا ميكانيكي الخرده. يا صباح الفل يا عرب. فين الفطور؟ صباح المدمس يا ابن الاكابر. ادي الواد العيش الطالي عشان سنانه مش قويه. صباحك فل، الفول هيبرد. صباح الفل يا نفاخ الحته. صباحك خير يا ابو السيف. الفطور يا عسل. بقولك ايه؟ غزي الواد، الواد خس. صباح القشطة. صباح الخير يا عم سيد. صباح الفل يا استاذة. طبقين فول وصلحهم وطلعهم على الاستاذة في المكتب. عينيا احلى طبقين فول للاستاذة وصبيها. اخلص صبيها؟ الاستاذ محروس جهبز القانون والدساتير يتقال له صبيها؟ عم الصبيان كلهم. احلى طبقين فول للاستاذة وعم الصبيان كلهم. يا صباح الفل يا صباح اللوز. يلا يلا. اغسل احلى طبقين علشان الاستاذه وصبياها. استمتاعك زي القشطه. مبروك قوي. بالهنا والشفا. الف هنا متشكرين. يا صباح الورد يا سيد. يا صباح الفل يا حوريه. الساعه بقت 10:30 والمحروس ما شفتوش نزل راح الجامعه. يا اخويا ده نازل من الشقشوقه ما شاء الله. ربنا ينجحها يا رب ويريحنا انا وانت يا حوريه. ولا اقول لك بصراحه اللي عاوز يرتاح هو انا. بقول لك ايه؟ لسه زين بيلمح تاني. يا اخويا ده مزين. زحلقوا زحلقوا يا سيد. الناس كلها بتغسل وشها من هنا. ده الوحيد اللي بيغسل من اول هنا. ده ده الهي يا ابو تلات تبعت لي عريس له شعر وقمر ومتعلم يا رب. اختي خليكي، ما انا اللي هشيل الغلب من ساس الراسي. ابعت يا رب. يا صباح الفل اللون. Thank you.
بايدي اجيب لك نجمه من السما. نفسي في حاجات كتير، نفسي اتجوز، يبقى عندنا عيال كتير، بيت يلمنا، نفسي يبقى عندك محل فول محترم، نفسي. ايه كله بامره يا بيت، انا اتعودت اني ما احلمش، اعيش اللي انا فيه، ده الرضا بالمقسوم عباده. بس المعلم عبده عرض يشتري البيت واكيد هيدفع مبلغ كويس. لا بعينه، انا ما فرطتش البيت جيجا الكبير ابدا، ده البيت اللي اتولدت فيه يا بيت. خلاص بيت شوفوا يا سعيد. ايوه كده. ما تنسوش فرح امبابا يا رجاله، سامعيني؟ وده برضه كلام الست الكل. طب مع السلامه. زيزي نص ايدك. مساء الفل على احلى قمر في الحاره كلها. اف اللهم طولك يا روح. الله 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 الله، فيها زوزه، ده حتى المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. وبعدين انا انت ايه؟ انا ما بنامش وتعبان قوي يا زوزه. وبعدين بحبك يا زيزي. ما كانش يتعز يا نور. يا زيزي انا انت واد صاير، ما كنتش عامل حساب للكيره ولا اخوك، كنت لبيت عليك الصح والميل وبقيتك في التحكيم النهارده. فاهم؟ وعن ايه وعن ايه؟ طيب احسن ما بينامش ايه؟ ما يحكمش. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمه الله وبركاته، يا نورت شباب الحاره يا ابن الغالي. اهو على الريح هذا سر حجر في السليم لابن البشوات على حسابي يا ولد. تحت امرك يا معلم. فكرت ودورت الكلام في الجمجمه ونتكل على الله وتعكم المطلوب ولا ايه العباره يا ابو المفهوميه؟ بصراحه فكرت وخايف قوي يا معلم. اخص عليك اخص، الراجل ما يقولش الكلمه دي. خايف ايه يا راجل انت؟ خايف ايه؟ خايف ايه؟ اصل انت ما انتش عارف حاجه يا معلم، اخويا سيد لو انا عملت حاجه زي كده ممكن يقتلني فيها. يا عم سيد طول عمره حنين عليه، وكبيره هيشخط فيك شقتين، وكبيرها قوي 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 علقه تفوت ولا حد يموت، المهم تعكم الخمسين باكو وتقب على وش الدنيا. شوف يا معلمه، هو لو حصل هيبقوا سبعين باكو. من بقك ومش مرجعها يا ابن الاصول، البواكي موجوده والعقد جاهز، تعد وتمضي وتديها نغنغه وتتنطق بقى على وش الدنيا. احلى مسا يا باشا. شد وشغل الجمجمه وقول امين تقفش السبعين. عايزك بقى تطلع من خشيشك وتكتب كتمة حلوة. حلوة قوي. سيب مذاكرتك وعايز تشرب في باب هنا. سيد صح؟ لا 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 ابو سيدة، اصل انا تعبت من كتر المذاكرة قلت اجي اشرب لي كوباية شاي على رواق. شاي؟ امشي جرى من هنا، يلا على مذاكرتك يلا. يا ابو سيدة الله ما تروق على الوقت، لسه واصل يا احمد. مفيش بقولك ايه؟ مالكش دعوة بالوين. طب انا ليه معاك كلمتين؟ مش بايع. مدد مدد يا ابو التلات، مدد مدد يا ابو التلات، يتجوز البنات. مدد 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 يا سيادة، مدد احضرونا. ايه يا بنتي اللي بتعمليه ده؟ ايه العفراطه اللي انت فيها دي؟ انا خلاص طهقت منك وانت واخوك. لا بقول لك ايه يا سيد، اسمع بقى يا اخويا، انا لازم اتجوز. استنى بص، انا بعتذرك يا سيد، انا بقيت هنا هنا وكان قصدره من بعذره. عذره مالوش لازم تقدم لك ولسه رايق. لا قلت لا يا سيد. يا بت اشطوات الحته ومعلمينها كلهم اتقدموا لك وانت بترفضي. ما انا قلت لك ما ينفعوش. انا عايزه واد كده مطعم، واد لذيذ كده، يعني نفسي في واد متعلم واخر شياكه، نفسي واد كده زي بتوع السيمة. يبقى قيمة وسيمة. حاضر، بكرة المغربية لما الدنيا تطرق هنزل السوبر ماركت اجيب لك واحد كده على ذوقك. اهو ده اللي انا باخده منك، ده ليه خلاص؟ الله يديك باللكمية، جيب اجرك. فين محروس اخوك؟ محروس. يلا يا سعيد. ولا مدد مدد يا ابو التلات، مدد. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
على السطر سكر وعملوا الشربات ونقالوا طعم الموار غالب على طعمه حقول الصبر احلى من الشرطات. الفرج يا رب من عندك والنبي تفرجها يا رب. مليون ونص بس. ما تقوم يا ابن الكهينة يا ناقصة نور ناقصة فقر. اعمل اي حاجة. اعمل ايه بس؟ هو في زباين؟ الشغل جوه متقلت صحيح مفيش زباين انما الشغل متقلت. نعمل اي خش جوه هات الفردتين الكاوتش تنفخهم وهويهم تاني. حاضر يا اسطى هنفخهم وهويهم. جت كل بلاوي انا عند خليل يالا. يا يا كوكو الشامبو يا بقول لك يالا بليا ربط الناحيه الثانيه ربط الناحيه الثانيه. اسمع كلام لوست يالا وبعدالك يا بركه. طب انا هعمل ايه يا خليل بس؟ الله النحس كل يوم راكب على الدكان ومدلت رجليه يا اخي من ساعه ما صبح عليك ما يجيليش ولا زبون طول اليوم. نحس يا راجل ده انت سوقت سمعه النحس اساسا. اللي عندك ده غباوه غباوه استرالي. بقول لك يا خليل مش عايزين مقوره على الصبح. عندك كلمه عيد لا اقولها احسن وكتاب الله خليك واقف على سهوه وانفخك اخلي العيال تلعب بيك في العيد. ايه هتظبطنا على 28؟ هنهزر ولا ايه؟ ماشي يا خليل. مفيش حد في الدنيا يفتح محل تصليح هنا في الحته. لازم تطلع الشارع بره. هنا مفيش لا عجله ولا موتوسيكل ولا حتى عربيه بيمروا هنا. استنى يالا جات لي فكره بمليون جنيه. انت تسلفني 100 جنيه اشتري بيهم مسامير طول كده ورشرشهم في الشارع حوالين المحل. اي عربيه هتعدي فيس هتلاقي الزباين عليا كده. والله لو عملت ايه هيصلحوا برضه بره. ادي النحس الذكر اهو وادي النحس النتايه. نعم نفخت العجلتين وهويتهم. اعمل حاجه تاني؟ انفخهم وهويهم تاني بس بسرعه. ليه الزبون مستعجل؟ انت حاسب يا حمار؟ خلاص خلاص انت هتروح في حته. استر عليا عشان خاطر يتفهموا ولا حد. يا اسطى انت كنت هتشيل ودني بالموس يا اسطى. انت السبب. انا عمال اشيل لك شعرتين في قفاك وعمال اقول لك اعمل ايه كده كده. ما تحس تسمع الحلقات. انت ما تشوفش. شوفش ايه؟ ما انت دماغك معوجه. هتقول يا قناه دماغ سليمه وش منها هشتغل ازاي فيها؟ ما انت دماغك معوجه داس عليها ميكروبات بالتقصير. ميكروبات بالتقصير. طب خد اول قص. الله 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 يا زين. مالك يا زين؟ انت مفيش زبون يخش عندك الا لما شرح دماغه. كلكم عليا ولا ايه؟ احنا لبسناك. كلكم عليا هتضربوني. ما واحد دماغه بتحصى قفل عليها باب. باب ايه يا راجل؟ يعني لحد شغلت العربيه ولا هيخلصت؟ لا مؤاخذه بشوات فاضي معايا يا اسطى. العربيه بتاعتك دي محتاجه 3 4 ايام عقبال ما تستلمها. يا سيدي على ايه ده؟ هي كل الحكايه طقم سيرفيس. هتغيرهولي واخدها وامشي. بقول لك ايه؟ ما اقلع لك العفريته وتلبسها وتصلح. انت امال انت بتستعبط ولا عبيط؟ العربيه ديت محتاجه عمره وبعدين الشاسيه معوج والعفشه لازم تتربط. قول لي ده. الله بقول لك ايه انا مش ناقص صنعقه. خد ولا بليا ايوه دور له العربيه وخد عربيتك وبالسلامه. انت اكيد مش فاهم حاجه في صنعتك. انا مش فاهم حاجه. ولا بد يا اسطى دور يالا. مش قلت لك العربيه عايز عمره؟ حاضر يا سيد حاضر. هذاكر وهنجح وكل اللي انت عاوزه هعمله. حاجه تاني بقى قهوه المعلم عبده ما تهوبش لحته تاني. حاضر يا سعيد. ده انت اخويا اللي ماليش غيره. انا ما كملتش تعليمي وكل امله في الحياه اني افرح بيك لما تاخد البكالوريوس. عليا النعمه. عارف ده كله وعليا النعمة. هاخد البكالوريوس وزقططك وفرحك كمان يا ابو السيد. بس عشان خاطر يا ابو السيد عشان خاطري وخاطر اختك المتعوسة اللي برا دي فكر كده ولين دماغك في موضوع المعلم عبده. خلينا نظهر ونقب بقى على وش الدنيا. تتعبط في مخك يالا؟ عايز تبيع بيت جيجا الكبير اللي الحرم تسميها باسمه عشان شوية فلوس تهجس بيهم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ احنا هناخد لنا شقة مفتخرة ونعمل لنا حتة مشروع نمنجح بيه نفسنا. طب عارف يا ابو السيد المعلم عبده هيدفع السعر اللي انت تقول عليه. حتى لو طلبت منه 200,000 هيدفع. ولا مليون. بيت جد جيجا كبير ما فرطش فيه ولا بكلوز الدنيا كلها. طب عشان خاطري فكر. بقول لك ايه وبعدين معاك بقى؟ خلاص قلبك ابيض يا ابو السيد قلبك ابيض عن اذنك. رايح فين؟ هروح اذاكر عند الواد ماهر صاحبي. اصل عنده كتاب ومذكره لسه ما جبتهمش. لا يا حبيبي مفيش مذاكره بره البيت. اقعد اقعد انت ذاكر لما اطلع اشوف البلوه اللي فوق دي. اقعد. حاضر. سي سيد ومالك طالع حام علينا كده ليه يا سي سيد؟ ما هو دي مش اصول. ده بيت جيجا كبير واللي يسكن فيه يسكن باحترام. ياه هو احنا مش ساكنين باحترامنا ولا ايه؟ طب احنا حتى اخر احترام اهو. يبقى مفيش داعي.
مفيش داعي للهيصه والزنبريطه. حاضر يا ابو السيد اوامرك. من عندي بلاش هيصه ومن عندي بلاش زنبريطه. بالاذن. وده برضه يصحي يا ابو السيد. خش يا راجل. نشرب معايا فنجان قهوه. لا متشكر قوي. متشكر ده ايه يا ابو السيد؟ خش بقى وانت بتقعد. قلنا بالاذن. اللهم اجزيك يا شيطان. باين اني كبرت وهعنس. اوعي اوعي. عفارم عليك يا سعدة. اهدي المفهومية ولا بلاش؟ زي ما اتفقنا يا معلم، اخويا سيد ما يعرفش اي حاجة دلوقتي عن الموضوع ده خالص. عيب يا ابن القصور، ده كلام رجالة مع بعضيهم. الله، ده الكلام يا راجل. اتفضل يا سيدي، ادي 50 باكو، والعشرين الباقيين اول ما تنزل بقى بكرة ولا بعده تسجل العقود دي في الشهر العقاري. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. شيشة معلمة. خد شد بقى وروق الجمجمة وقول يا منجها تديك اخر فرفشه. يا عيني يا معلمه يا عيني. حبيبي حبيبي يا معلمه. ايه العباره؟ تربش منك ليه؟ ميعاد النبشيه بتاعتنا قعد ومفيش حد جاي يستلم مننا. اللهم صل على النبي. ان درج اللي بصحيح ها اللي هو ابن ابوه بصحيح يعني ما يسيبش الموقع بتاعه الا لما زميله يستلم منه، ولو فضل حتى في الموقع ده 3 ايام بلياليهم. سمعت فريرة قعدت اهو على مواقعكم، فتحوا عينيكم على الاخر. معلمة بس التزريبة دي يعني محتاجة اوفر تامن. والله لو انت صادق دي محتاجة طرقعة على قفاك منك ليه؟ اللي تقول بيها معلمة تحت امرك. يا اقعد على مواقعكم انا طلقية الغبرة. اوامرك يا معلمة. عيال تخاف ما تختشيش صحيح. طب استأذن انا بقى معلمة. بقول لك ايه؟ ايوه معلمة. ما تحاول كده تدحلب لي الست حورية اختك علشان تبيع نصيبها هي الاخرى. ولو لينت دماغها ليك مني 10 بواكي عموله. لا معلش يا معلم، في الحاله دي بقى هيبقوا 15 باكو. ماشي خساره فيك ساعتها. حلو الكلام. كل الكلام يا معلمه. بالاذن يا معلمه. الف سلامه حبيبي، نورت وشرفت. اهلا وسهلا. اهلا دوك بيك. مرحبا. جبردين؟ جبردين يا سعيد؟ بقول لك ايه، انا مش داخل دماغي ابدا انك جاي كل الحاجات دي من مسحوق الغسيل يا سعيد. فيها ايه بس يا حوريه؟ فيها ايه يعني؟ اصل انت مش عارفه يا حوريه. اصل علبه المسحوق كانت 5 كيلو. يا مسرت الساله، حجم عقلي. اتفضل يا معلمه. نعم يا معلم سيد، مش هنتفاهم بقى ولا ايه؟ يا عم مفيش فايدة، اختار لك اي بيت من بيوت الحارة وروح اشتريه بعيد عني. ما ينفعش يا ابو السيد، بيتك لازق في بيتي وانا عايز اهد البيتين واول مكانهم عمارة محترمة. طب ايه رأيك بقى يا حورية ان انا كسبت فلوس كتير؟ بقولك ايه يا واد، اذا كنت ناوي تشطب دماغي بالرغاوي اللي انت عملت تقولها دي تبقى غلطان. انا مش داخل في دماغي ابدا حكاية الجواز اللي انت عملت تكسبها من الغسيل دي. مفيش حكاية ولا حاجة يا حورية، مفيش حكاية. ماشي يا سعيد، بس بقولك ايه، انا هعرف يعني هعرف. بيت جيجا لا يتباع ولا هيتهد. خلاص براحتك بقى يا ابو السيد، بس يكون في علمك انا ليا نصيب في البيت وكل واحد ياخد نصيبه. تقول ايه انت الجميل؟ تجال انت مبرشم ولا واخد حاجه على الصبح؟ نصيب ايه اللي ليك في بيتي؟ نصيب الاستاذ سعيد. وادي العقد، انا اشتريت واخوك بقى وقبض الثمن. امال انا سايبك كده في الاسم يا بلال؟ الله يا جدعان، صبح العقد الشمال بيدو عليك. الضلالي ده جايب لي عقد مصور وبيقول الولد سعيد اخويا باع النصيب في البيت. يا الله العظيم انا سايبه اللي في الاسم. هاتولي سعيد والله يا اخويا. اصل بقول لك ايه، ماليش دعوه.
الراجل ده معاه عقد مزور بيقول ان اخويا باع له البيت. مزور؟ ايوه معاك عقد مزور. اه بتاع ده مزور دليل تطير ان شاء الله. انتهى الاستاذه الله يخليكم بسرعه ولا مش هسيبك. سعيد. انا حرمت نفسي بالتعليم عشان اعلمك. اللي بيجي من الدكان بصرفه عليك وعلى لبسك. يا فراخ يال. اتفضلي يا استاذه. ربنا يوفقك ربنا يوفقك. لو لو سيد لو انا والعياذ بالله من كلمه انا والاستاذه عزه جنبك قلبا وقالبا ان شاء الله. الاستاذه هتلاقي لك حل ان شاء الله. هترفع قضيه هتكسبها بصباع رجلها الشمال. قوم يا نتن يا منتن يا دربوع يا مرتزق. فز قوم فز. مقبوله منك يا فندم زمانك. يلا اتفضلي يا استاذه اتفضلي. ربنا يوفقك ان شاء الله موفقه ان شاء الله. ها ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا مش هفرط في شبر واحد من بيت عيله جيجا ولا واحده الاب. خلاص يبقى تجيلي المكتب عشان نتفاهم. اجيلك المكتب وما تنساش تجيب معاك حجة البيت. حاضر اتفضلي يا استاذه اتفضلي. ربنا يوفقك. يعني ايه حجة البيت؟ هي هتتحجج من اولها؟ اطمن يا استاذ سيد انا من بكره الصبح هرفع لك ثلاث قواضي. القضيه الاولى طعن في صحه العقد، والقضيه الثانيه حجر على اخوك سعيد للسفه وسوء التصرف، والقضيه الثالثه بقى تعويض لما لحق بك من اضرار من جراء ذلك العقد. والله يا استاذه اللي حياتك تشوفيه اعمل ايه. الله يوفقك يا استاذه. انا اهم شيء عندي يا سيد المستندات. المستندات الصندوق ده حضرتك فيه كل مستندات عيله جيجا من عاشر جد لغايه اللحظه دي. حضرتك الف فيه واختار الورق اللي انت عاوزه اللي يناسبك. بعد اذنك يا استاذه. ده اعلان وراثه. ودي بقى شهادة ميلاد جعفر سعد الله جيجا. ده جدي ابو امك ابو ابويا. ابو ابوك. اتفضل. ودي بقى يا سيدي دي وثيقة طلاق سعد الله جيجا من عزيزة ابو حمص. ادي ستي. ستك ام امك. ام ابوك. ام ابويا. ام ابوك. ايه ده؟ ده بقى صك ملك. ايوه يمكن دي حجة البيت. حجة ايه يا جاهل يا متخلف؟ ده صك ملكية يرجع تاريخه لمية وعشرين سنة الى الوراء، وانتوا بيتكم مبني بقاله خمسين سنة بس يا متخلف. وريني كده يا استاذ محروس. لحظة واحدة يا استاذة. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ايه في ايه يا عم محروس؟ حد مات من العيلة؟ مات. ده في كنز. كنز ايه يا عم محروس؟ الله يرضى عليك. الله الله الله. وبعدين معاك. خد يا استاذه اتفضلي اطلعي على الورقه دي وقولي للفندي. ايه ده معقول؟ هو ايه العباره بالظبط يعني؟ لا مؤاخذه قولي يا استاذ سيد، هو في حد في عيلتكم كان غني ولا صاحب اطيان؟ دي عايزه كلام يا استاذه. ده انا جد 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 الكبير جيجا باشا كان عنده فلوس واطيان ياما. ده كان صاحب الحاره اللي احنا ساكنين فيها، مش بس الحار والحارات اللي جنب حارتنا بس يا خسار. كان راجل فلاتي صرف كل فلوسه على النسوان وسابنا على الحديده. لا يا حبيبي لا يا حبيبي، ما سابكمش على الحديده ولا الصفيحه. ده عبس باشا جيجا ساب لكم ده. الله يوفقك. وده يطلع ايه ده؟ ده صك بملكية 500 فدان في زمام شرق القاهرة. 500 ايه يا اخوانا؟ يا سيد صك ملكية ارض 500 فدان تساوي ملايين الملايين. الله يوفقك يا استاذة. ملايين؟ بقيتوا مليونيرات مليونيرات يا ولاد جيجا بالقوي قوي. طب يا جماعة والبيت والقضية؟ لا اله الا الله. يا رب الناس الجربانة دي اقول له مليونيرات يقول البيت والقضية. ربنا يوفقك. انت لسه ما نمتش يا سيد؟
بس انا مش جاي لي نوم. حكايه ال 500 فدان والورق اللي جوه الصندوق ده طير النوم من عينيا. هو مطير النوم من عينك لوحدك يا حوريه؟ وصلنا بقى وقتها الخطاب والعرسان هيبقوا واقفين طوابير طوابير على الباب. دول بس مش هيبقوا بيفكوا الخط وبس، لا ده ممكن يجيلي مدرسين. ها؟ ايه يا سيد، وانا كل ما اكلمك تقولي ها ها؟ انا نازل اقعد على القهوه شويه. يلا يا استاذ اصحي، احنا هنبات هنا ولا ايه؟ ميعاد اللبن جه. يا ساتر، الساعه دلوقتي داخله على 13. 13؟ انا ماشي على جرينتش. الست الوالده زمانها مستنياكي، عاوزه تطمن عليكي قلقانه، وهي اساسا قلق. عارف يا استاذ محروس، لو الصك ده طلع مظبوط هاخد من اولاد كيكا بعد يعني ما اجيب لهم حقهم اكتر من 100,000 جنيه. اطمني، طول ما انا واقف جنبك قلبا وقالبا هتطلعي فوق فوق فوق. انا هنطرك هنطرك النطرة، انا نطر قبل الخمسة نزلوا على وساعتها بقى نسيب الحارة ونشتري شقة كبيرة ونعمل مكتب فاخر فاخر يا استاذ محروس، واجيب عربية كمان وبقى اكبر محامية في مصر. هيحصل يا استاذة هيحصل، ما انا واقف جنبك واقف جنبك باتصالاتي وعلاقاتي، وفي الاخر انت مش فاهمة انا واقف جنبك بسلطاتي. وحاجه عاوز اقولها لك بقى، ان شاء الله ان شاء الله ربنا العم يوفقك. استاذ محروس، من بكره الصبح تصحى من بدري جدا وتاخد الصك وتروح على الشهر العقاري، بعد كده تروح على هيئه المساحه. بكره ان شاء الله لازم تجيب لي عقد نافع في الموضوع، مفهوم؟ ايه ميت نار ايه؟ بس ربنا هيكرمك ان شاء الله. انت هتنق حته ورقه راحت ولا جت؟ والله اعلم. هتطلع سليمة ولا في شيء؟ لا اطمن ابو السيد اطمن، ما انا استاذ صبح قابلت الاستاذ محروس كان ماشي مع الاستاذ عزة، قال لي بعظمة لسانه ان الورقة طلعت سليمة 100%، وانه بامر الله هيرجع لكم بال 500 فدان. مبوعك لباب السماء يا راجل يا بايكة. بقولك ايه يا عربولة يا ابن الاكابر، ال 500 جنيه دول متوفرين عندي، خدهم. حكم موضوع المحاكم والتركات دي محتاجه مصاريف كتير. لا لا خلي فلوسك معاك يا اسطى، عليا الطلاق بالتلاتة. ايه هتطلع الولية عشان 500 جنيه؟ هات يا راجل، ده احنا ولاد بلد ولاد حته واحده. طب توكل على الله يا فندم، توكل على الله توكل على الله توكل على الله عشان نفس هنسيق المحل. يلا يلا حد يحلق عند مزاي نقع. يلا يا اخوي يلا يا اخوي من هنا حتى فالوحش. قلم تلمه بصحيح. خد ايه ده؟ خد ايه؟ انت هتدفع فلوس؟ امال ايه؟ انت من امتى بتدفع قصاصي؟ عيب يا راجل، ده احنا يعني هنناسب بعض. نسب ايه؟ ما خلاص الحكايه دي مفيش نصيب. لا الا الكلمه دي ما تقولهاش في وشي. شوف اللي عايزاه ست الكل انا هنفذه. اللي عايزاه مش هتقدر انت عليه. ايه هو؟ عاوز راجل بشعر. شعر؟ يا راجل ده في هو في اكتر من الشعر، ده انا بدوس عليه برجليه جوه المحل. خلاص هحلق لها الحتتين دول واحطهم هنا. واعملها كده. سيد الأستاذة المحامية ست عزة ومعاها الراجل اللي هو وين ده على طول قاعدين بيفتروا في المحل وبيسألوا عليه. يا فرج الله. يا رب. ازيك يا ست كل؟ اتفقت انا وسيد بقى هعمل لك حتة دين قصة هطوقها الأول وبعدين هعملها شعر من هنا كده. يا اخويا اتلهي، ده انت ربنا مزحلقها لك من عنده. يا عرة المزينين. مزين؟ ومين قالك ان انا مزين؟ طمنينا يا استاذه. الله يخليكي طمنينا، ما تخفي شويه من القتل وطمنينا يا استاذه. يا معلم سيد، احنا من صباحيه ربنا عمالين نلف على رجلينا، اول لقمه ناكلها من الصبح. بالهنا والشفا، بس طمنيني. اطمن اطمن، الصك سليم قانونا 100%، وساري المفعول في سجلات الشهر العقاري. الله اكبر، الف مبروك الف مبروك ابو نصر. اللي ربنا يزحلقك من الدنيا. الف مبروك يا ابن الاكابر. الله يخليك. يعني انت متاكده من الكلام ده يا استاذه؟ تاكد لا ريب فيه يا معلم سيد. ده غريب. لا مؤاخذه يعني يا استاذه، ال 500 فدان دول فين في القاهره بالظبط يعني، وان شاء الله نستلمهم امتى؟ ال 500 فدان حسب خريطه المساحه بيقع في اقصى شرق القاهره. ايوه بس شرق القاهره دي منطقه كبيره قوي يا مؤاخذه، مش كده ولا ايه؟ يعني في انهي خن يعني؟ ايوه في انهي خن بقى في شرق القاهره؟
يعني المقام عليها المطار. مطار القاهرة الدولي. ايوه طيب افهم اكتر بقى. انا فاهم، يعني لما جم يبنوا مطار القاهرة بنوه على ارض افتكروا انها من املاك الدولة. واخد لي بالك؟ خدت بالي. فالدولة اقامت مطار القاهرة الدولي على ارض ولاد جيجا، وهي لا تعلم انها ارض غير حكومية. يعني تقدر تقولوا كده ان حقكم في الباي باي. قدامي يا استاذ فضلي. في الباي باي. ربنا يوفقك. موضوع النسب ده انساه بقى عشان ما قبل ما اكون نفسي يا جماعه. يا لهوي. خدي فوقيها. بقول لك يا استاذ، ال 500 جنيه اللي اديتهم لك من شويه دول محتاجهم بتوع بضاعه. يا ندالة مش في طبعك برضو؟ يا هانم القانون صريح في الحكايه دي ومعروف، انا درسه. فين ال ايوه اتفضلي، ادي الكتاب يا هانم اتفضلي. كتاب ومكتوب فيه كل شيء الحمد لله. انا حافظ الصفحه اهي يا فندم اهي. الماده 17 من القانون 9012 لسنه 24 بتقول ايه؟ اذا ثبت لهيئه المحكمه بما لا يدع مجالا للشك ملكيه فردا أو هيئة أو دولة لأرض مغتصبة بقصد أو بدون قصد، خد بالك من بدون قصد دي، خد بالك منها قوي، بدون قصد، فإن الأرض وما عليها من عقارات ومنقولات تؤول إلى المالك الأصلي، خد بالك من الأصل يا أستاذة، بحكم المحكمة وينفذ الحكم فور صدوره بالقوة الجبرية ويعتبر حكما نهائيا لا يقبل الاستئناف او النقد. جت جت امتى؟ الفرصة الذهبية يا استاذ محروس. فرصة ايه يا هنا؟ فرصة العمر. هنرفع القضية وهنكسبها، هتبقى اشهر قضية في التاريخ، وانا هبقى اشهر محامية على ضفاف النيل. دول اكيد شهداء مجانين ومكانهم الحقيقي مستشفى المجانين. والله يا فندم انا مش عارف اقول لك ايه. هتقول ايه وتعيد ايه؟ احنا ناقصين مشاكل، مش كفايه المشاكل والقرف اللي متلتل فوق دماغنا، هنقعد نقول ونعيد ونزيد في موضوع شويه عيال مختلين زي دول؟ يا فندم الموضوع اكبر من تتصور. يعني ايه؟ بعد البحث والمراجعه للمستندات وكشوف هيئات المساحه والشهر العقاري ومراجعه بنود مواد القانون، اتضح ان وضعهم القانوني سليم 100%. يعني ممكن يكسبوا القضيه وياخدوا المطار؟ هو ممكن جدا يا فندم. معقول؟ والله يا فندم انا كنت بقول نعرض عليهم قرشين يتنازلوا على القضيه، ويا مطار ما دخلك شر. هل تم بحث مشكله المطار؟ هو فعلا تم بحث مشكله المطار وان شاء الله هتتحل قريب جدا. سمعنا ان الحكومه بتدرس التصالح مع اولاد جيجا. هو فعلا جاري التصالح مع اولاد جيجا، وان شاء الله هنبقى نديلهم التعويض المناسب. ده المسألة بيناء أنا بتبجد جهالة. والله ما فاهم حاجة يا بركة. لا بس أنا من الصبح شايف الجورنالجية دول رايحين ودول جايين، وبعدين الجوانين ملهمش شغلانة غير قضية سيد جيجا. حاجة تمخل المخ يا جدع، بس أنا برضو لسه عند رأيي، مطر إيه اللي هيورثوه؟ ده عالم اتجننت وجرايد ياما بتكتب. الله الله الله، ما كل الجرايد بتقول لك إن القانون في صفهم. قانون إيه يا اسطى؟ دي بنت محاميه مخها ضارب وباين عليها ناويه تجنن ولاد جيجا، وبعدين احنا في ديك الساعه ان ولاد حارتنا حبايبنا يبقى عندهم مطار وطيارات واللازم منه. ايوه يا باشا تنفخ. تنفخ ايه ده؟ يعني مش شايفه ان الموضوع بتاع القضيه دي غريب قوي؟ يا اختي لا غريب ولا حاجه، ما غريب الا الشيطان. يا اختي حقنا والحكومه اخذتها، يعني رفعنا قضيه علشان حقنا يرجع علينا، فيها حاجه دي؟ لا انا قصدي يعني المطار ده ملك للدوله، يعني ملك للشعب. يا اختي الملف الساعه ده لا ملك للدوله ولا ملك للشعب. اولا ده ملكنا بالقانون والاوراق والمستندات. لا بس في حاجه اسمها المصلحه العامه. بهدي لا مصلحه عامه ولا مصلحه مواصلات، انت معانا ولا عيب كده؟
طب قولي لي يا حوريه بقى، انت تخطيطك ايه للمستقبل؟ ايه اللي نفسك تعمليه؟ الحقيقه يعني انا يعني في دماغي عده مشاريع. الا قولي لي يا اختي، ما مش سامح انت، هم صحيح كانوا بياخدوا على الراس 100 دولار في الدخله؟ هو فعلا كان في قانون انه اي اجنبي بيدخل مصر لازم يدفع 100 دولار، بس القانون ده اتلغى خلاص. اتلغى؟ نرجعه للشعب، نرجعه تاني. هم يا اختي بيلغوا القوانين المفيده للشعب، هنرجعه باذن الله، وكل راس دخله تدفع 100 دولار وتاخد جوزين فراخ، ومين عارف الفراخ تعجبهم وهم راجعين ياخدوا جوزين كمان، وهنكتب عليها صنع في مصر، وكمان علشان تعرفي ان اولاد جيجا اولاد بلد، مساهمة منا بإذن الله في مهرجان التسوق، هندي لكل واحد فرخة زيادة. أستاذ محروس، إيه كان شعورك لما اكتشفت موضوع الصك؟ الشعور تديني بسرعة، أيوة كمان واحدة بسرعة. الشعور الداخلي يعني، والله أحاسيس مختلفة. الواحد بحس أنا كنت في مفترق طرق، ولكن هناك أشياء بتخلي الواحد يتغير. عندي أحاسيس داخلية كده، مش طفحة على وشي قدامك أهي. طفحه على وشي، قاعد في الطفح ده. ايوه حسيت كده بسعاده ممزوجه بانبساط، وانت عارف السعاده لما تمتزج بالانبساط بقى. وبعدين اديني صوره يا ابني في كتفي. ايوه وبعدين دي مش قضيه يعني، دي قضيه تافهه بالنسبه للقضايا اللي اترفعت فيها انا والاستاذه. مش معقول كده، مش معقول. قلت لا تعليق لا تعليق. استاذه عزه ربنا يوفقها. مش ممكن، اذاعه وتلفزيون ومجلات في كل حته، انا تعبت خالص. اوف يا ربي. معقوله يا ناس؟ معقوله يا عالم؟ انا حاسس ان انا زي ما اكون في حلم وانا شايفك قدامي. بقول لك يا عزيزي ايه؟ انا جدتي مش خالصه وفوقان شبابي. زيزي هاتي من الاخر كده وقولي بعتلك ايه. وحشتيني. يا سلام، فجاه كده؟ طب اعمل لك ايه؟ ما انت ما عدتش تمشي ورايا تعفسني ولا حتى تسال. لا 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 لا, لا, لا وجهه نظر برضه. الله، مش هتتفضل تقعد؟ ها مش هتتفضل؟ وماله طب يلا. لا يا اخويا، انت بتضحك عليا. لما تكسب القضيه وتبقوا اصحاب مطار وملايين هتسيبني وتشوف واحده غيري. بقول لك ايه يا بنت عم بساطي، من الاخر كده قولي انت عاوزه ايه. نكتب الكتاب. طب يا بنت الناس استني اسبوع لغايه ما اشوف القضيه هتعمل ايه. طب وعدني لو كسبت القضيه وفلوس جريت في ايدك ما تخلاش بيا. اوعدك. وعمرك ما تتجوز عليا. والله لو خلفتيلي دسة عيال يمكن ساعتها ما اتجوزش عليكي. لا ها قلت ايه يا عروسك؟ والله يا ست نبوية حاجة تحير. مش قلتلك بكرة تفرج؟ وهي اتفرجت بعقل ما شاء الله، قدامي بثلاثين شحط، كل شحط انقح من التاني. الا قولي لي يا اختي، الواد ابو عضلات ده ايه مستوى علامه؟ لا يا اختي سيبك منه، ده لسه طالب في الجامعه ما ينفعكيش. يعني بيفك الخط؟ لا 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 لا. بقول لك ايه، يعني خليني كده فرصه افكر. تفكري ايه؟ دول متعلمين وشهادات واخر شياكه ومسمسمين قوي. اهدى، ده مدرس. يا سلام، ومالك بتفخمي فيه كده؟ ايه يعني مدرس؟ ده كان زمان ايام الفقر. انا النهارده اقل من وزير التعليم ما اقبلش. دهدي بقول لك ايه يا اختي، سيبيني كده بقى افنط فيهم ومزمز فيهم على رواقه وهبقى ارد عليه. بس يا بنتي يا بنتي بس ما قلتليش يا حبيبي هتعمل ايه لو كسبتوا القضيه؟ اعمل ايه؟ هسوي البدع. هيسوي البدع يا قبلاتي. هبقى سلطان زماني ومن حقي. وكمان هيبقى سلطان زماني يا قبلاتي. اغنى واحد في البلد ومحدش عارف يكلمني. عارفه يا زوزه، هيبقى عندي شويه ملايين كده بلعب فيه. طب وانا؟
في عينيا من جوه يا برطمان العسل. اخليك الجوكر بتاع رقصات البلد كلها ونتجوز. الصحوبية احسن. ماشي لو ده يريحك انا تحت امرك. السلام عليكم يا استاذه. وعليكم السلام يا استاذ محروس. معقوله كل ده بتجيب شويه ورق؟ قاعد قدام الراجل في المكتبه بتحايل عليه لغايه ما اعطاني الرزمه دي شوكك. خلاص ما علينا يا استاذ محروس، بس من بكره بقى لازم تشوف لنا مكتب يليق بيا. الشقه دي خلاص ما عادتش تنفعنا. انا بقيت محاميه مشهوره، كل الصحف والمجلات والاذاعه والتلفزيون بيتكلموا عني. ما انا كمان متصور في كل الصحف. معلش يا هنا، بس برجوكي ارجوكي يعني خلصي المذكره اللي قدامك دي، فحصيها ما حصيها، وبعدين تعالي لي بيها مكتبي عشان اراجع عليها قبل ما تغرقي. تحت الجلسة نادى على القضية الأولى. قضية أولاد بيجا والمطار، سيد وسعيد وحورية بيجا المدعين. الأستاذة عزة عبد الدايم المحامية حصلة على ليسونس حقوق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، حاضرة مع المدعين. الخصوم جمال عالم الدين، سيد عالم الدين، كمال عالم الدين، إبراهيم عالم الدين، فتحي عالم الدين، محسن عالم الدين، حاضرين عن الحكومة يا سيادة القاضي. ولا يهمك يا استاذة، انت قدهم ودود وربنا هيوفاك ان شاء الله. اتفضلي يا استاذة. سيد القاضي، السادة المستشارين، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأما اليتيم فلا تقهر. وقد ثبت أن الأرض المقام عليها المطار، مطار القاهرة الدولي، ملكا خالصا لهؤلاء اليتامى المساكين، وأن الدولة، نعم الدولة، قد اغتصبت وفي غفلة من القانون ومنذ مئات السنين أرض هؤلاء الأيتام وأقامت عليها منشأة المطار. سيدي القاضي، إن القانون صريح، فمن حق هؤلاء الأيتام أن تؤول إليهم أرضهم بما عليها من منشآت. وإني أقولها عالية من هذا المنبر، لا وألف لا للظلم، لا وألف لا للاغتصاب، اغتصاب حق هؤلاء الأيتام المساكين. سيدي القاضي، إن حدث ذلك فسيموتون كمداً مع سبق الإصرار والترصد، وفي هذه الحالة سأطالب بتطبيق أقصى العقوبة. عقوبة إيه يا أستاذ؟ سيدي القاضي، لا تقاطعني ولا تصادر رأيي، فإن مصادرة الحريات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، ولا وألف لا لمصادرة الحريات. ما هذا؟ ما هذا؟ اللهم صل على النبي، ربنا يوفقك يا أستاذة. انذار، اي كلمه تانية هطردك بره، اقعد مكانك. الحمد لله كارت اصفر. يا استاذه ادخلي في صلب الموضوع وكفايه لغايه كده، قدمي مستندات ومذكرات. مذكرات؟ انني من فوق هذا المنبر اطالب بالغاء المذكرات من الجامعه. يا استاذه الله يوفقك. يا استاذه ادخلي في لب الموضوع. القضية متشعبة للغاية يا سيادة القاضي. طلباتك: أولا، الحكم بأرض المطار وما عليها من منشآت لأصحابها ورثة المرحوم داعبس باشا جيجا. والثانية، الحكم بالتعويض المناسب للمدعين، حيث أن الدولة قد استولت على أرضهم عشرات السنين وبدون إذنهم. اتفضل يا أستاذ. لا، لما كمل يا سيادة القاضي، فما زال في جعبتي الكثير. وإنها بتستاهل جوزين فراخ. هعمل لها طبق فول بالزيت الحار.
قلت اتفضلي يا استاذة. اوكي اوكي دفاع الخصوم. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، انها حقا قضية غريبة للغاية. اني احتج وارجو اثبات احتجاجي في محضر الجلسة. تحتج على ايه بقى؟ نعت القضية بالغرابة يؤثر على مجريات الأمور، وفي هذا إضرار بحقوق موكلي. الاحتجاج مرفوض. اتفضل يا أستاذ. سيدي القاضي، إن المصلحة العامة. إني أحتج. الاحتجاج مرفوض. إن المصلحة العامة. بره الجلسة، أنت مطرود. الله لا لا أحمر، ده أنا مش هحضر جلستين يا أستاذة. طيب أوكي. أستاذة، طارد. احنا ننسحب. الحكم بعد المداولة، رفعت الجلسة. يا فندم، احنا حاولنا معاهم بكل الطرق اتنازلوا عن القضية قبل ما القاضي ينطق بالحكم. قلنا لهم دولة هتديكوا التعويض المناسب. لكن للأسف راسهم وألف سيف ان يتنازلوا. عموما انا اشك في ان الحكم يكون لصالحهم. لا يمكن يمكنهم من المطار. ده المطار يا جماعة. عارفين يعني ايه المطار؟ يا فندم احنا عايشين في عصر الديمقراطية. ولا نستطيع التدخل في حكم القضاء اطلاقا. طبعا لازم القضاء يقول كلمته. هي فعلا الارض من حقهم، بس في مصلحه عليا، مصلحه البلد فوق اي اعتبار. طيب يا فندم، لو اتحكم لصالحهم يبقى ايه العمل؟ انا شايف ان ده صعب يتحكم لصالحهم. هو ده المنطق يا فندم. ده من رابع المستحيلات. فعلا يا فندم، ده من رابع المستحيلات. بعد الاطلاع على كافة المستندات وعلى نصوص القانون وبعد المداولة، حكمت المحكمة بتمكين ورثة أولاد ديجا من الأرض المقام عليها مطار القاهرة الدولي بما فيها من منقولات ومباني، ويعتبر الحكم نهائيا لا طعن فيه والاستئناف، وينفذ بالقوة الجبرية ساعة تاريخه. رفعت الجلسة. باي 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 باي.
ميكروبا ولا ولا اذكر امي شوف يا ابو السيد العقد ده مضاه المحروس اخوه بخط ايده اهو اهو وصلوحه وحبايب وخدني تحت جناحك واحد من رجالتك بصراحه يا معلم انت راجل مشبوه وكار المخدرات بتاعك ده هيشبهنا تبت وتوبه نصوحه يا ابن الغالي توبه نصوحه لو رجعت في كلامي ابقى راجل صغير وما اسويش فرده قباب طيب يلا معلم يلا يلا معايا عشان نعمل اجراءات تسليم المطار اتفضل تعالى ودي يا فندم الكافيتيريا في كافيتيريات تانية زيها في كل صاله يا فندم حلو قوي الكافيتيريا بس ناقصها حاجه مهمه قوي ايه يا فندم قدره فول وطاسه طعميه يوه جرى ايه انت نسيت قفص الفراخ ولا ايه ما قلت لك الفراخ هنربيها فوق سطح المطار مش من حقي قانونا من حقك يا فندم انا صاحب المطار ها طبعا طبعا يا فندم صاحب المطار ودي يا فندم الاسواق الحره يا فندم والبنات الخواجات دول موجودين هنا على طول موجودين على طول يا فندم حلو علشان تعرفوا ان سيد جيجا فنجاني على الاخر اللي عاوز حاجه من السوق الحره يتفضل ياخدها لا يا فندم يا فندم لا لا كده خلاص اللي واقف بتقول يا فندم لو سمحت تكلمني انا المستشار القانوني للمالك وللمالك حريه التصرف في جميع ممتلكاته بدون قيد او شرط انا المالك ها انا المالك طبعا يا فندم طبعا كده شويه وسع اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل اصمت ولا كلمه اوعى تتكلم اتكلم ويدي يا فندم صالة كبار الزوار ومين الست على فرانكا اللي دخلت دي معقوله يا سيد بيه حد ما يعرفش سوسو صابر اشهر رقاصه في البلد هي دي سوسو امال فين صابر اسمها سوسو صابر يا باشا وايه اللي دخلها صالة كبار الزوار والله يا فندم اسكت خالص ما تتكلمش دي ما تدخلش لا ما تدخلش تطلع برا صالة كبار الزوار ما يدخلهاش الا الامراء والوزراء والملوك وناس كبار قوي راي باشا ما يحبش الا الحاجه الدغري ما يحبش اللف والدوران مفهوم اصل يا فندم ما فيش اصل ما تتكلمش خالص انا رايح بس لغايه الجمارك عشان اشوف العمليه مالك. يلا انت بتاع الجمارك ايه ده ايه ده حصل ايه لا دي حاله بتجيني كده طيب ايوه انا راجل دغري مش من حقي ابقى راجل دغري قانونك من حقك يا سيدي انا صاحب المطار ها صاحب المطار يا فندم صاحب المطار يا فندم يا عم وقف يا عم الناس دي ليه كده متذنبين واقفين في طابور الجمعية؟ ولا جمعية ولا متذنبين يا فندم، دولت علشان يختموا جواز السفر بتاعهم يا فندم. يختموا؟ يا أستاذة، ابقي فكريني أغير الختم، أخليه ختم جيجا، إيه؟ هاي؟ قانوناً حق يا أستاذة. أنا صاحب المطار. صاحب المطار يا فندم، صاحب المطار، اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. صاحب المطار. ودي يا فندم منطقه الجمارك يا فندم ايه حنفيه فلوس يا باشا ربنا يبعت بقول لك ايه كتر لنا من الحنفيات دي امال
وهنا يا فندم ارض المطار والممرات، والناحيه دي ورش الصيانه، وهناك برج المراقبه يا فندم. والطيارات دي بقى كلها ملكنا يا استاذه؟ هي مش كلها ملكنا، جزء منها والباقي ملك للشركات. ولو اتزنقت في قرشين يعني تقدر تاخد من كمسال الطياره راديوم ولا كتير. حلو ده، ده من حقي يا استاذه. من حقك يا استاذه. ربنا يوفقك. جيجا طبعاً. طبعا ما شاء الله. انت خلاص يا بنت انت وهاني. اتفضلي. خلاص المطار بقى في ايدين الجماعه الهمج دول. والله يا فندم ما باليد حيله، والقانون قال كلمته. الله جاب الله خد، الله عليها العوض. بس ده مطار البلد الدولي. والله يا فندم انا من رايي نبنى واحد غيره عن مجامله المصاريف. انا عايز حل عملي ومعقول. مفيش ان نخش مع اولاد جيجا في مفاوضات مباشره، ياجرونا المطار اشتريناه منهم. على فكره هو حل معقول، ولو اني شايف ان الواد سيد جيجا ده هيتعبنا قوي، والمفاوضات اكيد هتبقى صعبه معاه. والان كلمه وسط زينه. عليكم المطار يا اولاد جيجا يا بهوات. الف مبروك عليكم المطار. طبعا احنا احسن ناس بنحبكم، هنخاف عليكم ونحرس لكم المطار ونشتغل فيه. يلا بدل الغريب ما يجي يسرق المطار ويمرمطكم قدام الناس ويسرق شرط الركاب. الف مبروك عليكم المطار. خلص ربنا يبارك لكم في المطار ويبقى ازحم من موقف احمد حلمي والقللي. ربنا يبارك لكم في طياراتكم يا رب، ولا يجعل طياره تتخطف ابدا يا رب، ويا رب ما يجعل طياره ليكم مكسوره الجناح يا اولاد جيجا يا اولاد جيجا يا اولاد جيجا. والان الكلمه لرجل الكلمات، الرجل الذي له الكلمه الاولى والاخيره، الرجل الشجاع ذو السمعة الطيبة، سيد بي جيجا. عاش سيد بي جيجا. عاش سيد بي جيجا. عاش قائد المسيرة. عاش قائد المسيرة. شكراً 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 لكل واحد سقف، شكراً لكل واحد هلل، شكراً ليكم جميعاً. أهلي أهلي حتتي أهل الحارة، بشكركم بشكركم جميعا. وبعد استثارات قانونية مع المستثارة القانونية بتاعتنا السيدة عزة وحجة القانون بتاعتنا الأستاذ محروس، قررنا نحن ملاك مطار جيجا الدولي الآتي. لو سمحت يا سيد بي. أيوة. المفروض إن أنا اللي أعلن بالنيابة عنك جميع القرارات. إيه ده، هو ده قانوني؟ طبعا. الله يوفقك. خلاص مدام قانوني انا احترم القانون. اتفضل. القرار الاول تنصيب سيد بيه جيجا رئيسا لمجلس اداره المطار ومديرا عاما للمطار. يحيى القرار الحكيم. يحيى القرار الحكيم. يحيى القرار الحكيم. تنصيب سعيد بيه جيجا نائب أول للسيد رئيس مجلس الإدارة. تنصيب حورية هانم جيجا
نائبا ثانيا للسيد رئيس مجلس الإدارة، وبناء على رغبتها فقد تم تنصيبها كذلك المسؤولة عن الإذاعة الداخلية للمطار. تعيين الأستاذة عزة عبد الدايم المحامية الشهيرة مستشارا للسيد رئيس مجلس الإدارة ومتحدثا رسميا باسمه. تعيين حجة القانون الأستاذ محروس الشهير مديرا عاما لمكتب السيد رئيس مجلس الإدارة ولسلطاته ونفوذه وعلاقاته بعظماء العالم. تعيين الأسطى بساطي وإكراما لعيون ابنته فتحية خطيبة السيد رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للجوازات. تعيين عم أمين بما له من خبرة في مجال التجارة والبقالة مديرا عاما للأسواق الحرة. تعيين المعلم عبدو بما له من خبرة في مجال الأمن مديرا عاما لأمن المطار وكذلك مديرا لكافيتريات وبوفيهات ومطاعم المطار. تعيين الأسطى زين الحلاق ولما له من بال طويل مديرا عاما للجمارك. تعيين الأسطى خليل الميكانيكي ولما له من خبرة طويلة في عالم الميكانيكا مديرا عاما لورشة صيانة الطيارات. تعيين الأسطى بركات العجلاتي مديرا عاما لصيانة عجل الطائرات. تعيين الآنسة فتحية بساطي خطيبة السيد رئيس مجلس الإدارة رئيسة المضيفات. تعيين الراقصة ذات الحس المرهف زيزي وبناء على رغبة سعيد بهجيجة مديرا عاما لتنشيط السياحة وكذلك مديرا عاما للملهى الليلي بفندق المطار. تعيين نضرجية المعلم عبده وتحت مسؤوليته وإشرافه مشرفين على أبراج المراقبة بالمطار. تخصيص نص غرف فندق المطار لإقامة أهل الحارة إقامة دائمة. احترامي الشديد لسيادتك انا اسفه، مش ممكن بعد ما تعبنا لغايه ما كسبنا القضيه نسيب المطار؟ ما هي الدوله يا بنتي مستعده تدفع اي تعويض يرضيكم. ما يتهيأليش سيد بيه واخواته هيوافقوا على كده. عشان كده انا جيت لحضرتك علشان تقنعيهم بطريقتك. عارف يا استاذ جمال لو هم وافقوا انا هرفض وبشده. مطار اولاد جيجا لابد ان يظل ملكا لاولاد جيجا. ويرضيكي الحاله اللي بقى عليها المطار؟ القضاء قال كلمته خلاص، ولا تنازل ولا استسلام. طيب حضرتك ما تعرضي عليهم الموضوع وتفكروا. أرجوك يا متر ما تحرجنيش أكتر من كده. مهام منصبي الجديد بيحتم عليا إني ما بقاش فاضية للمحاضرات والكلام الفارغ ده. لسه فاكرة تشرفي دلوقتي يا أستاذة؟ ممكن اعرف حضرتك عاوزني في ايه؟ شوفي بقى انا عاوز نص دستة سكرتارية على الفرازة ملهمش حل. ودول نجيبهم لحضرتك منين ان شاء الله؟ والله بقى دي شغلتك انت، انا ماليش دعوة، اتصرفي. وبعدين ما تنسيش ان انا هنا نائب رئيس مجلس الادارة، يعني المفروض يكون حواليا شوية سكرتارية كده ملهمش حل يحلوا من على حبل المشنقة، حاجة كده تطبيلي القعدة شوية. ولا انا يعني نائب رئيس مجلس ادارة حفية؟
اعوذ بالله يا فندم. الخفيه ايه؟ خلاص نعمل اعلان في الجرايد ونجيب لك شويه سكرتيرات تلاقي منهم اللي على مزاجك. لا انا عاوزهم على مزاجك انت. حاجه كده بشتكى عشان نبشتك بيها المواضيع. بشتكى عشان تبشتك بيها المواضيع؟ ايوه. اوكي خلاص نجيب لك حاجه كده بشتكى تبشتك بيها المشاكل. سيد بيه يا سيد بيه سيد بيه. ايوه في حاجه؟ انا قلب وكلمه قوي على البنت فتحيه. ما تقلقش بكره ترجع ان شاء الله. يعني هي عرفت ركبه الطياره اللي راحت فين؟ ما تشغلش بالك بالموضوع ده وانزل شوف شغلك يا ابني. دي اصلها اول مره تشتغل مضيفه وتركب الطياره. والمطلوب؟ عايز بنتي. عايز بنتي. اقول لك ايه؟ انزل شوف شغلك. لو ما نزلتش حالا انا هشحنك على الحار. اوامرك يا سيد بيه. بقول لك ايه؟ تحت امرك يا بيه. بتحضر دروس محو الاميه ولا بتزوغ؟ بروح يا بيه بس لا مؤاخذه قاعد زي قدام الزفه. شوف قدامك ست اشهر عشان تتعلم القرايه والكتابه والا هجيب واحد بدالك عينه في الجوازات. ما هو مش معقول مدير الجوازات ما يعرفش الالف من كوز الدره. اتفضل. حاضر يا بيه. حاضر. الله صحيح البنت فتحيه ركبت علي طياره. انا بسال على فتحيه هانم خطيبتي. ماني عارف يا بني ادم انها طلعت على الطياره. طلعت على الطياره تشتغل ايه؟ تشتغل مضيفة. شوف على انهي طيارة وهتهالي على التليفون حالا. تشتصوت تشتصوت عدو عبدو واحد اتنين تلاتة تشتصوت. يلا يا مسافرين يلا يا اخوي انت وهو يلا يا مسافرين. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة ايه؟ انت فاكرها فراشة؟ ده مطار. مطار يا حرية. اها مش لسه جديد على الكار؟ يلا يا اخويا كل واحد كل واحد اسمه على السبورة يتكل على الله على الطيارة بتاعته. يلا يا اخويا ما تعطلوناش. الرجاله من باب والنسوان من باب. نسوان؟ في حد في مطار يقول نسوان؟ زي كويس حريه رقاقي صوت مره بالعربي مره بالانجليزي. ايه وانا بنام انت بعرف انجليزي؟ خلاص قوليها بالفرنساوي. اسمع الله وانا كنت عارفه الاولانيه لما هعرف الثانيه. هتجننيني يا حريه هتجننوني يا اولاد جيجا. علم في البلبلم. ها واحد اتنين تلاتة. يلا يا اخويا اللي بيودعوا يشهلوا مش فاضيين لكم. واحد اتاليا واحد اتاليا واحد اتاليا. يا فندم الانسة عزة المحامية هي المتحدثة الرسمية باسم المدعو سيد جيجا. حاولت معاها المستحيل لقيت ما عندهاش اي استعداد للتفاهم ومتمسكة بحكم القضاء اللي صدر لصالحه. ما احنا لازم نحترم حكم القضاء واحنا مع الخصخصة بس مش بالشكل ده. الخصخصه لازم تكون مع ناس مؤهلين وعندهم خبرات وكفاءات انما دول ناس غير مؤهلين بالمره. على العموم احنا هنحاول ولازم نحاول تاني وتالت. انت سيد جيجا؟ اوه انا سيد جيجا صاحب المطار ده كله. طب اتفضل معانا. على فين؟ اتفضل معانا. طب ما تشخطش. اتفضل حضرتك. اتفضل. وبعدين معاك يا سيد مش كده؟ للصبر حدود يا اخي. ما تعملش في نفسك كده يا باشا. اللي بنسمعه من حضرتك انك راجل مش حمقي وقلبك كبير وبعدين صحتك عندنا بالدنيا. يا سيد ده مطار البلد الدولي يعني لا يمكن يخرج من ايد البلد. ده المطار يا سيد. القضاء قال كلمته يا باشا. المطار لا مؤاخذه بقى بتاعنا. والقضاء يا عم على راسنا من فوق. علشان كده احنا عارضين عليكم تسيبوا المطار وتاخدوا اي ساعه. لا يا باشا لا مساسه ولا تفريط في مطار جيجا الدولي. ايه اخبار الامن؟ طيب يا فندم الحاله فلالي فلالي. مال ايه دول؟ دول مسافرين مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين. يتفتشوا ويتقلبوا كويس قوي ودخلهم في الترانزيت لحد ما نسفرهم. مش عايز تجمهر. اي حد يجمهر هيضرب في المليان على طول. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. الدولة بدأت تلعبنا لعب على كبير قوي. هتعمل فينا ايه يعني؟ دي فاتورة المية بستمائة ألف وكسور. بستمائة ألف ايه؟ جنيه. جنيه مصري؟ أمال فاتورة الشهر هتبقى بكام؟ ودي فاتورة التليفونات والفاكسات والتليكسات. يعني عاوزين كان كله على بعض كده لمؤاخذة؟ حوالي كده 4 مليون ونص. بسيطة. ولا هجيب الفلوس البتلتلة دي منين؟ ما تقلقش من رسوم الجمارك والأسواق الحرة ورسوم هبوط وصعود الطيارات. وده هيكفي. عندي فكرة كويسة جدا. هنوزن الركاب وناخد على كل كيلو دولار
واحنا وبختنا بقى راكب يطلع 50 كيلو والتاني يطلع 60 كيلو. فكرة حلوة مش بطالة. مش هو ده المهم، المهم ان حضرتك مطلوب في النيابة في 3 مخالفات. عالبركة، ولا همك يا استاذة. شوفي مهما عملوا معانا مش هنسيب المطار. بلونة للبير الصغير، بلونة حمرا يا خواجة، بلونة حمرا. يا لهوي على الدلع الامريكاني، يا لهوي يا لهوي على الدلع اللي انا محروم منه يا باشا. بالصلاه على النبي كله 100 فل و10. حلو قوي حلو. بس اسمع، الحلوين دول مش هيسافروا النهارده، رحلتهم تتاجل لبعد بكره، مفهوم؟ ازاي بس يا باشا، ده الركاب كلهم في الطياره لمؤاخذه ومخلصين كل الاجراءات. والله ماليش دعوه، اتصرف، واللي مش عاجبه ياخد ميكروباص. خلاص اتاجل الطياره ولا يكون عندك اي فكره يا باشا. يهم شيم شيم مظهر. هادي الموتى فعلا بلاش، توعدنا يا رب. ولد ولد ده ايه؟ ولد ده ايه اذا كان معايا 4 اولاد؟ طب انا اعمل له ايه اذا كانت خلفته كلها عيال؟ لا بقول لك ايه، حرام يسلم حرام في كوتشينا، احنا الاثنين اتحبس. يا عم العب بقى وانت ساكت، العب شيش بيش. الفا برافو انجيا، الفا برافو انجيا، هل تسمعني؟ الطياره رقم 511 القادمه من امستردام تنادي مطار اولاد جيجا الدولي، هل تسمعني؟ الو. بقى الدوشه دي بقى. ايوه يا عم، امطار مطار اولاد جيجا الدولي. عايز يسمع، عايز انزل وبأقصى سرعه، هل تسمعني يا عم؟ سمعك سمعك على الطلاق، سمعك وحياه الغربه اللي احنا فيها دي، سمعك. عاوز ايه؟ الوقود قرب يخلص، هل تسمعني يا عم؟ انت عليك عفريت اسمه هل تسمعني؟ طب ما انا حلفت لك، احلف لك بايه تاني؟ وحياتك يا دي الكوتشينه مقلوبه على عيني وعلى عفريتي وعلى اولادي، سامعك يا برج المراقبه، ارجوك عايز انزل يا عم. تنزل وانت حد عايشك؟ وبعدين ينزل فين يا جدعان؟ المطار ما يصحش ولا المكان يساع خالص. يا برج المراقبه، انزل على انهي ممر يا عم؟ اختار اي ممر تنزل عليه. هيجنن الراجل ده يا عم، عايز ايه؟ هل تسمعني؟ بقول لك ايه، اطلع من دماغي بقى عشان انا ايه عامل دماغ ما 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 تدمرنيش. يا برج المراقبه، ارجوك حدد لي الممر واديني بيان حاله الجو وسرعه الريح. ايه الحاله ده؟ عايزنا حدد له سرعه الريح ودرجه الحراره. هو بيكلم تمارجي؟ اعمل له كمادات. يا عم انت ما تعبروش، النوع ده لما ما تعبروش اتعلم الادب. عندك حق، عندك مش هعبرك، انت فكر نفسك لوحدك انت اللي طاير. ما احنا كلنا طايرين. ولد تاني، ولد عايز كريم، عايز كريم ميدالي، عايز كريم اطفال، عايز كريم. اتفضل. السلام اللي بعده. اسمع يا استاذ فندم، اقلع الجزمه ونقولها لي. بقول لك اقلع الجزمه. شايبس شايبس، اقلع الجزمه. حاضر حاضر. وانا عمال اقول بتزيق ليه؟ شاريها من بره دي؟ ايوه يا فندم، وما فتحتهاش وما حطيتش فيها حاجه، جايه من الصندوق على رجلي على طول عدل. والله ده حتى اول لبس. ولا يهمك، هظبطها لك واخليها لك حديد. خد يا عم الجزمه بتاعتك، اتصلحت وبقت زي الحديد. يعني امشي يا فندم؟ تمشي. يعني امشي؟ بالف سلامه، مع السلامه اخويا. سمير وجبنه وبيض، ايوه الفول السوداني اللب. تسالي تسالي يا اخوانا تسالي. الو البوليس يا فندم؟ بقول لحضرتك دي فلوسي، انا جاي من اسبوع وسابتها على جواز السفر قدام حضرتك اهي. بس عمله صعبه دي ولا مش عمله صعبه؟ عمله صعبه. يبقى تتصادف يا فندم، حاول تفهمني ارجوك. في ايه يا معلم عبد؟ مفيش اي حاجه يا فندم، الامن مستتب و100 فل و10. لو سمحت يا فندم احضرينا، انا الدكتور ابراهيم محمود، كنت مهاجر امريكا من 10 سنين، لسه جاي من اسبوع من السفر وكان معايا 300,000 دولار. صرفت منهم 50,000 دولار وفاضل 250,000 دولار، والاستاذ الفاضل عايز يصادرهم، مش عارف ليه. القانون في صفه يا معلم، اديله فلوس.
خد الفلوس. متشكر قوي. ومرة تانية ما تبقاش تتصرف إلا طبقا للقانون وبس، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. دكتور لو سمحت. أيوة يا أستاذة، تحت أمرك. معاك ما يثبت مصدر هذه الأموال؟ مش فاهم. يعني كسبت الفلوس دي منين؟ من أين لك هذا؟ من شغلي طبعا. معاك ما يثبت ذلك؟ لا. خلاص يبقى قانونا الفلوس دي تتصادر، يا اما يتلغي سفرك وتتحول على النيابه. يعمر بيتك يا الاستاذه، هات الفلوس دي. اوعى اوعى. يا اسطى العجله دي باين عليها مهويه شويه. يا اسطى ايه يا اسطى؟ ايه اللي اديك في وشك؟ هتفضحنا، حد يسمعك؟ مش عاجبك؟ مش عاجبك ده؟ مش عاجبك ده؟ مش شايف؟ مش شايف المنظره والهيافه الايافه اللي انا فيها؟ قول لي يا اسطى. امال اقول لك ايه بس يا اسطى؟ يا ابني مش اسطى، انا من دلوقتي الاستاذ الدكتور الباسمهندس. حاضر يا اسطى باسمهندس. بقول لك ايه؟ ايوه فخ لي العجله دي وبقيه العجل كله بتاع المطار زودهولي على 28، يعني 28 35 حسب ما تيجي معاك. 28 ايه و35 يا اسطى؟ الكلام ده في العربيات دي طياره. علمني شغلي بقى. ما كله كاوتش، انت ما بتفهمش، كله كاوتش، عربيه متسكل طياره كله كاوتش. بقول لك ايه، احنا عشان نخلص من المشكل ده انفخ لي كل عجل المطار ده، تمه تمسك العجله تنفخها، تفضل تنفخ فيها تنفخ فيها لغايه ما تبقى في ايدك زي الحجر. تمام يا فندم. اهلا يا مارشال. اهلا يا فندم، سألت على سعادتك، قالوا لي لك عند الأستاذة. خير إن شاء الله. والله يا ما مش خير قوي، لوستا بركات وصبيه قعدوا ينفخوا عجل الطيارات اللي في المطار لحد ما العجل كله فرقع. فرقع؟ أيوة. الطيارات ينفع تطير بعجل مفرقع؟ والله هو ينفع لو ركبوا الاستبني يعني. والحل يا أستاذة؟ يتعمل معهم تحقيق ونشوف مين الغلطان ويتجازى. يتقبض عليهم ويتحطوا في قسم الودائع لغاية ما نحقق معهم. يا فندم فندم. فرقع؟ المطار لو فضل في ايدين ولاد جيجا اكتر من كده هتبقى مشكله كبيره قوي. والله لو سبتولي الموضوع ده لكنت خلصته من قبل ما تحصل اي مشكله. طب اتفضل حضرتك خلصه لو تقدر. يبقى من بكره تقدر تبعت اللي يستلم المطار. طب ولاد جيجا؟ على المعتقل دغري، هما واللي معاهم. لا لا، بالقانون والديمقراطية يا إما بلاش. يا فندم المصلحة العامة للدولة فوق الديمقراطية. الديمقراطية فوق أي مصلحة. والحل يا فندم؟ الحل هو الحوار السلمي والتفاوض. ازيك يا عبد؟ ازيك يا باشا؟ ايه الأخبار؟ كله تمام يا باشا، 100 فل و10. حدينا على السلامة يا حبيبي. ميرسي. على السلامة في أرض بطل. ميرسي. على السلامة. ومين بسلامته ده اللي خارج من غير ما يفتشوا شرطه؟ عدوا فانا برفوني من قفاه. اجيبه من قفاه يا باشا. مش من حقي يا استاذه؟ قانونا حقك يا فندم. الله يوفقك. سمع الله ولا حاجه. تعال معايا تعال معايا. اه وعيبك لازم يجيبك، مش عارفين انا مين. لا عارفين يا باشا. ايوه يا قمر. فتشوا يا عبدو. حاضر يا باشا. لا انت ما تفتشوش، انا هفتشوا. انت اللي هتفتشوا؟ ايوه. ربنا يوفقك. اوكي اتفضل يا استاذ. انا ازيك يا عبدو؟ سيبوني يا عبدو. حاضر. اقول لك ايه، ما احبش المنظره، اكره المنظره، فاهم يا هشام؟ لو عملت معايا هفتشك تفتيت ذاتي جوه. شبيب 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 اشرب يا عطشان، اشرب يا عطشان شبيب. حضرتك الانسه حوريه؟ ايوه ده انا عارف. في ايه يا اخويا؟ بعد الحاله اللي وصل لها الاوتيل مشرفني يقدم لسيادتك استقالتي انا وجميع العاملين والموظفين بالفندق. بسم الله. مالك يا اخويا مقنفض شعرك كده زي الكتكوت اللي حموه في شوربه كوارع وانت مسحوب من لسانك؟ انت شغلتك ايه هنا؟ مدير عامل فندق مكان فندق. انما يعني يا واد انت يا بتاع الفندق انت متاهل يعني ايه مستوى علامك؟ مش فاهم. يعني متاهل معاك شهادات معدي الحاج امحاوي؟ ثلاث شهادات من اكبر جامعات العالم ودكتوراه في الفندقه. يخرب بيتك انت يا واد مسمسم وصغير ودكتور وعايز تكون يا
فندم انا انت ايه؟ قول يا واد يا دكتور انت يا بتاع الفندق انت. انت متجوز؟ تستنى ما تردش. يا رب يا رب ده انا غلبانه يا رب. رد يا اخويا. لا يا مصدي ابو تلات ابو تلات اشتغلت ده اخرك. انا موافقه انا قابله يا اخويا. بقول لك ايه، انت اللي عليك النيه والعين. نعم يا ساعدك يا هناك. الهنا والشفا يا واد يا طارق انت. الهنا والشفا يا حبيبي. يا فندم انا يشرفني طبعا اني اتجوز حضرتك. يا اختي اسم الله عليك، اسم الله عليك وعلى حنكك اللي بينقط سكر ما شاء الله ما شاء الله. بس انا مش عايز اتجوز. يا مصيبتك السودة، مش مهم انك عايز تجوز، مهم انا اللي عايزه اتجوز. اها هتجوزك يعني هتجوزك بالذوق، هتجوزك وبالعافيه هتجوزك. يا فندم كل شيء بالفناء الا الجواز. يا بالذوق بالذوق يا ولا، بس يعني ما فيهاش الذوق هيبقى بالعافيه. طب انا بقى ما عنديش لا شقه ولا شبكه ولا مهر. داخل على طمع. ماشي يا باشا. يا اخويا اهو يا اخويا اهي الاشياء معدن ومستوره مستوره، بس انت هتتنغمغ. بس انت اقول اه احنا بنشتري رجاله يا باشا. يا فندم ارجوكي ما تحرجنيش اكتر من كده. بقول لك ايه يا دكتور يا فاهم، انت دخلت الانفوخي ولو حبيت تزوخ كده ولا كده لا، ده انا لبسك قضيه اختصاص وهبلغ عنك مباحث التمويل. اه انت فاهم دخول حمام زي خروجه ده رايي يا ابو تلات، فانت كنت ماشي كويس اللي معطلك. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب بالبهوان. اهلا بيك يا سيد بيه. انا مش قلت لكم يا جماعه ان سيد بيه ابن بلد ويفهم في الاصول؟ تشكر يا سعاده الباشا. يا مؤاخذه لحظه واحده، واحنا لازم نقوم بالواجب. امال ايه يا سيد بيه؟ طبعا تحت امرك يا فندم. سكرتيرتي الجديده معينها من ساعه زمن واحده، بس اختارها على الفرازه. برافو تعيش. شوف البهوات يشربوا ايه. لا يا سيد بيه شكرا. جرايا يا باشا انتوا مستقلين بينا ولا ايه؟ لازم تشربوا. هاتي قهوه وشاي وحاجه ساقعه، ما نجه البهوات على الاخر. يلا. شوف يا سيد بيه، احنا جايين لك في كلمتين ورد غطاء. خير. عايز كام وسيب المطار؟ انا قلت برضو ولا مؤاخذه مجيتكم كده بربطه المعلم فيها قلنا. قلت ايه يا سيد بيه؟ شوف يا سعاده الباشا، انتوا تروقوا كده وتشربوا الشاي وبعديه القهوه وبعديه حاجه ساقعه، ومفيش مانع نجيب لكم سندوتشين فول وبعد كده لا مؤاخذه يعني. قصدك ايه؟ ولا قصدي اي حاجه، والله منورين منورين يا حكومه، والله منورين. قلت ايه يا سيد بيه؟ بصراحه انا مش هفرط في شبر واحد من ارض جيجا الكبير ولو بملايين الدنيا كلها. طب نتفاوض. انا لا اتفاوض الا اذا كان مستشاري السياسي على يميني ومستشاري القانوني على شمالي، وبيتهيألي ان المفاوضات مش هتجيب نتيجه. ليه بس يا سيد بيه؟ سعاده الباشا انا عارف نفسي، انا مخي صار مقاديم، هتجيبني كده هتجيلي كده هقولك مفيش فايده. هي كده يا لهوي دي يا اما نزلوني. خير يا دكتور؟ مالها؟ وزي ايه اللي عمل فيها كده؟ والله يا فندم احنا ما كانش هنا ذنب، هي اول ما دخلت معانا الطياره كانت مبسوطه وكويسه، لكن اول ما الطياره ما اتحركت قعدت تترعش وتصرخ وتقول نزلوني. ارفضوهم كلهم، هخلي سيد يرفضهم كلهم. الطياره طلعت فوق قوي وانا صوت وهم يضحكوا. هو حد بس قال لك تشتغلي مضيفه وانت بتخافي من الطيران؟ انا ما كنتش عارف هتطير فوق قوي كده. معلش حصل خير حصل خير. لا قولي لي يا اختي انت مين بسلامتك؟ انا سكرتيرة سيد بيه الخصوصية. سكرتيرته الخصوصية؟ يا لهوتي. I'm in very bad situation. أيوة بقى كلمني بقى بالخواجاتي من الشمال اليمين بقى، تلخبط لي دماغي مش ناصر. يا عم انت عايز تنزل ليه تحت في الزحمة؟ خليك فوق في البراعة. انا بحمل لك المسؤولية كاملة. نعم اخويا بتحملني المسؤولية كاملة؟ ماشي مقبولة منك يا نجم. قيس الحرارة وسرعة الريح. قيس لك الحرارة وسرعة الريح ما تيجي قيس لك الضغط. انت عبيط؟ Are you crazy؟ الله ده بيشتي. ماشي ماشي ماشي، دور لك بقى على موقف تنزل فيه في ليلتك اللي مش فايته دي. اجري يلا شوف لك مطار تاني انزل فيه، انت ما تعرفناش. ايه الغباء ده؟ بتقبح وبتهرتر في الكلام؟ طب دور على هينزلك بقى، خليك متشعلق فوق. يا سيدي انا اسف بس نزلني، معايا 200 راكب والمطارات كلها كومبليت ومتعلق في الجو من 12 ساعه. معاك 200 راكب؟ ما الطمع ده اللي هيضيعكم، ليه بتحمل زياده؟ المحركات هتقف، ارجوك نزلني يا بني ادم.
بيقول لك المحركات بتقف، نعمل ايه؟ سيبه هو هيموت عشان نيته من جوه مش حلوه. يا عم خليه يكمل السكه ماشي. بص بقى من الاخر، انزل خب جوه. اتأثرت زيك قهوه كده، بس نعمل ايه؟ قضاء وقدر. وبعدين ما سكتش، موظفين برج المراقبه كلهم حققت معاهم واديتهم ثلاث ابخص. وليه القسوه دي؟ دي كلها حته طياره، لا طلعت ولا نزلت. نوريه يا باشا، انت بتتناقز عليا ولا ايه؟ ما لما طيارات وقعت. سيده جيجا، بقول لك ايه؟ كفايه كده قوي. تتفضلوا تاخدوا كام وتسيبوا المطار؟ يا باشا الموضوع مش موضوع كام، المساله مساله مبدا. ورث جيجا الكبير ما نقدرش نفرط فيه ابدا. طب نتفاهم. تفاهم على ايه بس؟ بعدين بصراحه بقى انا مش فاضي. ايوه مش فاضي. وبعدين يا باشمهندس؟ مالك مرتبك كده ليه؟ يلا ها، اوعى تكون فاكر عشان فكيت الطياره ديت مش هقدر اصلحها تاني. لا العفو يا هندسه، قدها وقدود. الطياره دي مش اصلي، مش بتاع بلدها، تايواني يعني. وبعدين دي تصليحها سهل قوي، ممكن اصلحها في اي وقت، بس خساره فيها التصليح. طب على الاقل يا هندسه نرجعها طيارات زي ما كانت. اقول لك ايه يلا، اصر عليا يصر عليك ربنا، لا من شاف ولا من دري. احنا نسرب الطيارات دي في الصحراء ونقول ان احنا صلحناها واتسرقت. وعلى ايه يا اسطى؟ سيب لي انت بس الورشه وانا اولع لك فيها ونقول انه ماس كهربائي. قول لي يا اسطى خليل، ها ايه الاخبار عندك؟ عظمه العظمه، محتاجه طقم كهربا عشان الابلاتين لادع، هنظبط زوايا العجل وبعدين نخش عندكم سمكره، محتاجه ادوكوا فرن تبقى فل الفل. ماشي، بس انت لو واخذه ليه مفككها كده؟ بصراحه بقى سيد ده فكك الطياره زي ما انت شايف كده ومش عارف يرجعها تاني. مش عارف يرجعها؟ محروس تحوله للتحقيق هو وصبيه، واطالب باعدامه. اعتبرهم انتحروا يا باشا. لا 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 ليه بس يا سيد بيه؟ وانا مالي؟ ده انا الصبي وهو لسته. مش انت الصبي؟ انتوا الاثنين اعدام، مفيش مناقشه. يلا بقى. خلاص يا باشا. اهلا اهلا يا فندم. لا اهلا ولا سهلا، خطيبي سيد بيه جوه؟ لا يا فندم، هو سيادته في جوله مفاجاه لتفقد سير العمل. وانتي بقى يا روح طنط، مبسوطه في الشغل عندنا؟ الحمد لله. طب بقول لك ايه، تاخديها من قصرها كده وبعدي عنه. عن مين يا فندم؟ سيد بيه خطيبي اللي انت عايزه تلهفيه. يا فندم عيب الكلام ده، مش عيب الطلاطيخ اللي منطقها في وشك دي احمر واصفر؟ على العموم يا فندم انا مش هقدر ارد على حضرتك. يا بنت انتي مايصه وسيد عينه زايغه، ويلا يا انتي في المطار ده. يا شبيبس شبيبس، اشرب يا عطشان، اشرب يا عطشان، شبيبس شبيبس. اهلا 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 سيد بيه، اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحركه بطيئه شايفها، ما بعتش ولا ايه النهارده؟ ازاي ما بعتش؟ ازاي ده انا من ساعه ما لبست المينيفورم ده والناس داخله عليا بالفلوس زي الرز. فين الرياضة النهارده؟ كله موجودة. ادي المحروس المتر. خد يا متر. ايه ده؟ ايه ده يا باشا؟ كام دول؟ بال 300 بس. 300 جنيه؟ بعت ال 300 جنيه بس؟ السوق مضروب يا سيد بيه، الناس كلها هربت وراحت على شارع عبد العزيز. احنا مالنا ومال شارع عبد العزيز؟ هنا سوق حرة، أسعارنا أقل من أي حتة في البلد. علشان كده أنا في ذكائي وفطنتي عملت نظام البيع بالأجل. أجل؟ يعني إيه أجل؟ بالتقسيط. التقسيط يا سيد بيه هو النظام المتبع اليومين دول. السلعة أم 100 جنيه أخد مقدم 10 والباقي أكتب بيه كميالات. وساعات أجيب السلعة أم 100 وأحرقها وأبيعها ب 50. والناس اللي أخدت عليهم كميالات معاك عناوينهم؟ يا سيد بيه دول ناس محترمين جدا، إحنا هنكونهم ده معاهم فلوس تسد عين الشمس. وفين بقيه البضاعه؟ فين التلفزيونات اللي كانت مترصصه هنا؟ كانوا 20 تلفزيون يا باشا. في سته يا سيد بيه اعتبرهم في ذمتك. انا خدت واحد للاولاد حطيته في الصاله عشان يشوفوا مسلسلات المكسيك، وواحد عندي في اوضه النوم علشان القناه التركيه، وواحد عندي نص زين علشان اللي بيقعد يحلق كده ويتكلين يتفرج كده وهو قاعد متمنجه. وفي الباقي رشيته على اهل الحته، ناس طيبين بيحبوا يتفرجوا على الماتشات، هبقى ارجعهم تاني. ماتشات؟ بقول لك ايه، التلفزيونات دي ترجع مكانها هنا تاني، واللي عاوز يتفرج على الماتشات يجي يتفرج هنا. متر محروس. ايوه يا باشا. حول له التحقيق واطلب له اعدام.
مش اقل من اعدام. اعتبروا انتحر النهارده يا باشا وربنا يوفقك ان شاء الله. الباقي في حياتك. مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع الف الف سلامه. زي ما اتفقنا السفريه الجايه الريكورد ضرب روحين. ها مع السلامه. يا سلام. اللي بعد. اهلا بحضرتك، وحشتنا يا راجل. الله، في ايه يا استاذ؟ مصر منوره باهلها. الله يخليك. الحمد لله على السلامه بارض الوطن. الله يسلمك. في ايه يعني؟ لا دي اداره جديده. اداره جديده. اهلا وسهلا. افتح بقى وفرجنا. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ ريكوردر؟ ايوه يا فندم. يا ما انت كريم يا رب. يا سلام، ده للبيعه ولا هديه؟ لا ده هديه علشان منى بنت. منى؟ ايوه منى. ايوه شوف الصدف، انا كمان عندي منى بنت وبنتك واحد يا راجل. حاجه جميله قوي. ايه الساعه دي؟ بيع ولا؟ الله الله الله، دي ساعتي انا شاريها يا فندم. يا راجل صوف انجليزي. ايوه صوف انجليزي، بس فيه عيب ولا مؤاخذه؟ ايه هو؟ معلش اصله بيهرش، بيعمل حساسيه في الجلد. حساسيه؟ ايوه. ربنا يخلي دكاتره الجلديه، ده الحمونين ممرمطنا يا راجل طول النهار بنهرش، حاجه غريبه. دلوقتي مطلوب منك دلوقتي 2700 جنيه تروح تدفعهم هناك، وبعد كده تركب على الميزان. احنا بناخد على كل كيلو من الراكب دولار واحد. حضرتك مش هتوزن كتير، حوالي 70 80 من غير هدوم. اتفضل. هتوزنوني كمان؟ ايوه اتفضل. دلع السلامه في ارض الوطن. ربنا ينتقم منكم يا اخي. ينتقم مننا؟ انا غلطان اللي سبتك تعدي بقميص في استيكات ساتس. اتفضل اتفضل. دلع السلامه في ارض الوطن. اللي بعده. انا اللي بعده. هتدلع السلامه في ارض الوطن. انا مراقبك من الصبح يا مرتسي يا نجم. شيء قدامي. هتخد. ايه ده؟ ده صوف انجليزي وده كاسه ماليزي. ماليزي ماليزك. ما تفرقش معايا. حاضر. وط هقول لك ايه. امشي معايا بهدوء والا هنزل بالنقز ده على القرعه. بلاش النقز. خليها حمرا. بلاش النقز. يلا تاخد شريتين. خلاص ورايا. اتفضلي يا استاذ. شوف اللي بيحصل. الاستاذ زين المزين اللي معينينه مدير عام الجمارك بياخد رشوه. معقوله يا استاذ؟ والرشوه دي عباره عن ايه؟ ابدا يا فندم، ده حته قماش صوف انجليزي. لا وكاسه ماليزي وساعه. انا شايفك بعيني يا مرتش يا مجرم. ها لا بلاش النقص. مش من حقي اعاقبه؟ قانونا من حقك تعاقبه، يفصل او يدفع غرامه 100000 جنيه. ها تدفع الغرامه ولا تفصل؟ ادفع منين يا فندم؟ يا سيد بيه، انا كنت باخد منه الباسبورت علشان اروح السوق الحر عند عم امين علشان اجيب ازازتين زيت شعر علشان شعري. عشان خاطري بلاش الفصل. قانونا يتخصم لك 15 يوم ويحول الى قسم النظافه. نظافه الحمامات. عاوز حمامات المطار تلمع زي دي بالظبط. ان شاء الله هتكون انضف منها. يا استاذ عزة، احنا كده هنتعب. الله، هنبعد عن العصبيه والتفكك الاسري. يا استاذ محروس. التفكك ايه يا استاذ محروس؟ اعملي معروف، اعملي معروف يا هانم. انا مش عاوز اخسرك. انا ما حدش عبر لي ولا قال لي تعالى في مكتبه، قال لا انت. فاعملي معروف، انا عاوز اضع استراتيجيه ما تخرش الميه لسير العمل، ودستوريه تكييف المنهج العلمي لروح القانون. الله، ايه الكلام الجميل ده يا استاذ محروس؟ انا مش فاهمه منه ولا كلمه صحيح، لكن جبت الكلام ده منين يا استاذه عزه؟ انا داهيه مسيحه، انا شقي قوي. انا طول عمري مسميني في المدرسه عفريت القانون. انا اللي زيي من العباقره هم اللي الفوا كتب القانون، مش اللي حاطين اسمائهم عليها. وبعدين في سر عاوز اقوله لك ما قلتوش لامي حتى، انا اتخرجت بدري بدري من تانية ثانوي ورفضت اتعين وكيل نيابه. ما حبش الشهره، واحب اشرب اللبن وانام بدري وربنا يوفقك. يا بنت تصدي بقى. يعني خلاص هتطردها؟ لا. يبقى ناوي من بيت النيه يا ابن جيجا. يا بنت بطلي شغل الجناب بتاعك ده. لا يا اخويا، انت ناوي تفلسعني وتديني بومبا وتروح تتجوزها؟ لا هفلسعك ولا هديكي بومبا ولا هتجوزها. اتصدي بقى. خلاص نتجوز واغيظها المفعوصه دي. ماشي، ليك عليا اول شغل ما يترسق في المطار اتجوزك على طول. لا انت بتضحك عليا عشان اتصد. يا بنت هو انا اقدر؟ يا بنت يا بنت ده ماليش غير ده. انت حبيبتي، ده انت وش السهل عليا يا بنت.
راجل ده كلام؟ ايوه خير في ايه؟ الفاكسات دي وصلت حالي. طب مع السلامه دلوقتي. ايه في ايه الفاكسات دي؟ يظهر ان حصل شويه لخبطه. ها؟ الركاب اللي كانوا مسافرين روما ركبوا طياره طوكيو، ركاب طياره طوكيو ركبوا طياره اديس ابابا، ركاب طياره اديس ابابا ركبوا طياره موسكو. المهم الفريق القومي ركب اي طياره؟ موسكو يا فندم موسكو. يبقى خسرنا الماتش، هيعتبرونا منسحبين ومغلوبين 2-0. الله انا سعدية وانت عارفاني كويس يوم 44 والله يا عال عال قوي يا نجوان حاره جيجه ترمتني شطتني من شعري يا فندم عشان بقولها تاخد بضاعتها وتسهر بعيد عننا هي دي اللي مفترينا في الانتهاء طب انت انت وهي قدامي دلوقتي فضحتونا قدام الاجانب الله يخرب بيوتكم جرى ايه خلى تفيده مش قلتلك 100 مره تسرحي بعيد عن الصاله هنا قصدي قالوا لي ان هنا خواجات ومش بعبد الدولار يا حبيبي لا والله وجهه نظر برضه يلا خلى تفيده يلا يا جماعه ارجوكم الهدوء وانا اوعدكم شخصيا ان شاء الله هنبعت لكل واحد شنطته على عينه لا مش هنمشي على الشنطه لا مش شنطه خلاص كده مش معقول اهدوا مش ممكن احنا شايفينهم بعينينا اهدوا معقوله ده ايه يا استاذه ايه اللي حصل مصيبه يا سيد بيه شنط الركاب ضاعوا ضاعوا فين ما يمكن ما جابوهمش معاهم نسيهم في المطارات اللي جايين منها لا يا فندم انا اتاكدت ان الشنط وصلت المطار طب لما هي وصلت راحت فين في الحقيقه يا فندم بعد التحريات المكثفه اتضح ان الشنط نزلت من الطيارات على اللوريات الى جهات غير معلومه يبقى عملوها هما مين دول يا فندم اهل الحاره بقولك ايه الناس دي لو اتعرفت انا هتفضح قانونا يا فندم الحق معاهم طيب اسمعي انا هزوغ على مكتبي لغايه انت ما تسربيهم اذا ما رضيوش يتسربوا يا فندم ربنا معاك استهاني علقه سخنه وتفوت يعني ياما اتضربنا يا ريتني كنت بدالك انا واخد عضل انا هخرب بيتهم انا هوديهم كلهم في داهيه لا ما انت مش واخده بالك كلهم مين هتودي الداهيه مين ولا مين ولا مين دول ركاب اربع طيارات بالطاقم بتاعهم كانوا نازلين في كده بقولي انا اجزم انه ما كانش ضرب دول كانوا بيربوكي انت لازم تبقى صريحه قوي كده يا استاذ محروس الملف الصعب لا ما اقصدش هاني والله انا اللي صعبان عليا الطيارتين اللي وقعوا بسبب سوء تغذية عمال برج المراقبة طب والحل؟ حل؟ حل ايه يا أستاذة؟ ده احنا مرفوع علينا يجي 1180 قضية شركات الطيران اللي طياراتهم وقعت الناس اللي شنطهم ضاعت في المطارات الناس اللي اتشردوا في مطارات العالم كل ده كوم والحالة اللي وصل لها المطار كوم تاني ولا يهمك يا سيد بيه قانونا احنا موقفنا سليم سليم؟ لا مؤاخذة الو اي اهلا وسهلا سعاده الباشا تحت امر شرف تعز تنوروا اهلا بيكم مع السلامه خير يا سيد بيه هما تاني جايين بكره علشان يتفاوضوا زي ما هما عايزين كفايه التحسينات اللي عملتها اسره جيجه في المطار مطبات وتشجير يا عم اسكت احنا مش متعدعين من هنا ربنا يقدرك ويوفقك وصل ليه المطار؟ عجبكم المهزلة اللي حصلت؟ ياما قلتلكوا إدارة المطار دي مسؤولية كبيرة محتاجة خبرات انتم ما عندكوش فكرة بيها خالص أتشيع جرى إيه يا بيه؟ ما المطار ماشي فل الفل الحمد لله هي بس شوية خبرة وشوية مفهومية هنقدر نديره ولا أجدعها مطار طب ده ماشي أحسن من محطة مصر ثم القانون قال كلمته خلاص الأرض والمطار من حق موكله بعدين
انا ما صدقت كسبت القضيه. انتوا عايزين تحرموني من المجد اللي انا فيه ده ليه؟ ثم يا فندم انا مربط مع كام فوق زي العسل جايين ان شاء الله الشهر الجاي، اعمل فيهم ايه؟ يرضيك يعني اسيب طيارتهم تنزل في مطار غريب؟ يا فندم دي مسؤوليه عليا. لا 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 الفراخ اللي انا مربيها فوق الارض هوديها فين؟ قالوا لي الفراخ تمشي ولا ما تمشيش؟ لو سمحتوا ساعدت في العشاء ساعدتك، عندك حق فعلا، حكايه المطار دي كبيره علينا قوي، احنا ناس على قدنا ما نعرفش ندير حاجه عظيمه بالشكل ده، وعلشان كده انا قررت نسيب المطار. يا نفتي يا نفتي يا نفتي يا سيد، عايزنا نشرد بفراخي في الشوارع؟ انت جرى مخك ايه يا سيد؟ عايزنا نتنازل عن ميراث جدنا دعبس بقى شقيقه؟ وانا انا يا سيد بيه اشتغل ايه بعد ما تسيب المطار؟ طب وانا يا ابو سيد انا هعمل ايه في الافواج اللي جايه لي من بره دي كلها؟ الله ده انا كده اتخرب بيتي. يا ولاد جيجا يا ولاد جيجا، دي مش شغلتنا. كفايه بقى اللي حصل، المطار لازم يرجع للرجاله بتوعه. عين العقل يا سيد، والدوله زي ما قلت لك هتعوضكم ماديا عن الورث بتاعكم. ها وناوي تعمل ايه بقى بعد كده يا ابو سيد؟ هرجع لشغلتي الاصليه يا بيه، شغلتي اللي بفهم فيها. هعمل اكبر محل فول وطعميه في مصر كلها، في العالم كله. بس بعد اذنك يا باشا انا هاجر حته ارض صغيره كده اعمل فيها مطار محندق اتمرن فيه عشان نرجع ناخد المطار تاني.